يسوع المسيح هو الراعي الصالح. مكتوب أيضا والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وطبعا احنا سمعنا للتعليم، لكن بحب أذكركم بثلاث أشياء، يعني احنا بس منعيدها للتأكيد أيضا حتى ندرك شو اللي قاله يسوع المسيح. أنا هو الراعي الصالح، هذا تعبير عن المحبة، تعبير عن الاهتمام، وتعبير عن الإرشاد أيضا، وتعبير عن الحماية، وتعبير عن الوقاية، وتعبير إنه فعلا الله بيهتم فينا وبحافظ علينا. ومش بس في سياق الحديث يقول المسيح ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي، بيتكلم عن ضمان أكيد، وبيتكلم عن تأكيد، وهذا مهم جدا إن الإنسان لما بحط ثقته في الرب بيكون في حالة سلام، وبيكون في حالة طمأنينة، وبيكون في حالة هدوء، وبيكون حتى لو كان في عواصف أو ذئاب عم بتهاجمنا، لكن الشخص فعلا بيكون مرتاح لأنه حياته، أيامه، مستقبله، مصيره في يد الرب، والرب وعد بالحياة الأبدية.